أكد اللواء مجدي أيوب محافظ قنا أن الهدوء عاد مجددا إلى مدينة نجع حمادي وجميع القرى والنجوع التابعة للمحافظة إثر تسليم الجناه في حادث مقتل المواطنين السبعة أنفسهم إلى الشرطة بعد تضييق الخناق عليهم. وقد قامت الشرطة باستجواب الجناه الثلاثة وسماع اعترافاتهم التفصيلية تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة، وذلك في أسرع وقت ممكن حسب ما أكد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي قام بجولة ميدانية في موقع الحادث. المسلمون والأقباط قطب الأمة في مصر، تاريخ مشرف من العيش المشترك ومواقف رجولية في الكفاح معا ضد المحتل. وقائع التاريخ تقول ذلك، وما يحدث غير ذلك ولو بشكل فردي فهو مخالف للعرف والدين والقانون، وإن حركته ثقافة الثأر للشرف. وربما حدث مدينة نجع حمادي الأخير الذي راح ضحيته عدد من الإخوة الأقباط وشرطي مسلم شاهد على ذلك، فمرتكب الجريمة وبحسب المصادر الأمنية مسجل خطر هو ومساعديه الذين ألقي القبض عليهم جميعا. التواجد الأمني كان مكثف لأن كانت أعياد الأخوة المسيحيين، أعياد عيد الميلاد، وكانت الخدمات متواجدة على كافة الكنائس موجودة على مستوى الجمهورية وكانت مكثفة في نجع حماد. ونظرا لما تسببه هذه الحوادث الفردية من احتقان ولو بشكل نسبي، انتقل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى موقع الحادث للوقوف على آخر ما آلت إليه التحقيقات، مشددا على ضرورة الإسراع في إصدار الأحكام. بنعمل طبعا وفقا للقانون، بنرعى حقوق المجني عليهم وحقوق الضحايا، كما أيضا بنوفر كافة وسائل الدفاع للمتهمين. حوادث نرجو ألا تتكرر، وأن يكون هذا الحادث يعني نهاية مثل هذه الأحداث اللي نعتبرها غريبة على مجتمعنا. أنا بقول لهم تجنبوا الفتنة، والحديث بيقول الفتنة نائمة وعلن لعن الله من أيقظها، والآية في عندنا في المسيحية بتقول احترزوا من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. ورب ضارة نافعة، فعلى الرغم من قتامة الصورة التي خلفها الحادث والتي ألقت بظلالها على حركة التجارة بمدينة نجع حمادي، إلا أن الحادث استنكره الجميع مسلمون وأقباط مؤكدين على وحدتهم. احنا عايشين طول عمرنا مع بعض في حب وفي سلام ومحبة وكل حاجة، بس هي أقلية تعبانة هي اللي بتعمل بعض الأمور التعبانة دي. ما فيش أي فتنة طائفية ولا أي حاجة، ده شيء سطحي مش أكتر، والحادث ده كان ممكن يحصل، كان ممكن حد مسلم ما حد يموت. وبذلك يصبح حادث نجع حمادي محل رفض من الجميع لكونه حدث من قبل شخص، ففردية المواقف لا تعني تبني العموم لها. ثقافة الثأر للشرف التي من الممكن أن تحدث بين أبناء الدين الواحد كانت هي المحرك الرئيسي لكل ما حدث. من مركز شرطة نجع حمادي، محمد العارف، النيل.